بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنكمل اللي احنا كنا بدأناه في مادة نظم المعلومات الإدارية، تخصص نظم المعلومات المستوى الثاني. قبل ما نبدأ نتكلم احنا هنعمل زي مراجعة سريعة جدا جدا على اللي احنا كنا قلناه من اول ما بدأنا لحد دلوقتي، وبعدين نكمل في الاخر، وهتلاقوني في النهاية حاطه لكم ملخص لكل اللي احنا هنتكلم فيه جديد النهارده ان شاء الله. بدأنا بيها اتكلمنا يعني ايه نظام معلومات، يعني ايه كلمة نظام، وبعدين بدأنا نتكلم في ان نظام المعلومات دوت الحاسب لما دخل فيه حصل تغيير وقامت حاجة اسمها السي بي اي اس. اتكلمنا كمان على ان في عندي حاجة اسمها البيان والمعلومة والمعرفة، او الداتا والانفورميشن والنولج، وعرفنا ايه الفرق بينها وبين بعضها. وبعدين في الاخر خالص كنا بدأنا نتكلم على ازاي نظم المعلومات دي تقدر تأثر على الهرم الإداري، وإزاي أنا أقدر أصنف نظم المعلومات المختلفة طبقا لطبقات الهرم الإداري. لما جينا اتكلمنا على أي نظام في الدنيا، اتكلمنا على إن النظام هو عبارة عن ثلاث مراحل أساسية، والثلاث مراحل الأساسية هما مرحلة المدخلات والمعالجة والمخرجات، واتفقنا إن أي حاجة في حياتنا كلها ما هي إلا الثلاث مراحل دول، المدخلات والمعالجة والمخرجات، أو الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت. وقلت لحضراتكم أمثلة كتيرة جدا على الموضوع ده، وقلت لك إن أي سيستم في الدنيا سواء سيستم مالي، سيستم إنتاج، تسويق، فلك حتى سيستم التعليم بيبقى عبارة عن مدخلات ومعالجة ومخرجات. وقلنا إن تعريف كلمة نظام هي عبارة عن مجموعة من الأنظمة الفرعية أو مجموعة من المكونات كلها هتتفق مع بعض أو تتعاون مع بعض علشان تحقق لي الهدف من النظام نفسه، وإن من غير الموضوع دوت السيستم بتاعي مش هيكون لي وظيفة. فلو جيت قلت تعريف لكلمة نظام، فالنظام هو مجموعة من الأنظمة الفرعية والمكونات التي تتعاون وتتفاعل معا لتحقيق وظائف النظام. يعني لما أجي أقول لحضرتك مثلا إن أنا اشتغلت مصنع أو عندي نظام بتاعي نظام مصنع، فالأنظمة الفرعية بتاعتي هي المكونات والمعدات والعمال والآلات والمواد الخام والمبنى، كل دي أنظمة فرعية، كل حاجة فيهم لوحدها نظام هيتعاون مع بعض هقول الهدف الأساسي من النظام بتاعي، لكن لو ما تعاونوش مع بعض مش هتحقق أي هدف من الأنظمة بتاعتنا. بعدها اتكلمنا على حاجة اسمها الداتا والإنفورميشن والنوليدج. قلنا إيه الفرق ما بين التلاتة يا جماعة؟ قلنا الداتا دي معناها البيانات، والبيانات دي ممكن تكون مكتوبة، ممكن تكون بيانات شفوية، ممكن أكون مسجلها لك على اسطوانة أو على كاسيت أو على الحاسب، يعني هي عبارة عن المادة الخام اللي أنا بشتغل عليها واللي عادة ما بيكونش ليها شكل محدد. على العكس المعلومة، المعلومة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ناتج معالجة البيان، هو عبارة عن ناتج معالجة البيان، يعني باخد البيانات دي وأعمل لها معالجة تطلع لي من الناحية التانية معلومة. وقلنا ان المعلومة دي ممكن تكون ليها شكل ثابت او لازم يكون ليها شكل محدد، وان الشكل المحدد بتاعها دوت عن طريق ان انا غالبا بيتم تخزينها على الحاسب عشان اقدر وقت ما احتاج لها الاقيها متوفرة. اتكلمنا كمان على المعرفة، وقلنا المعرفة هي عبارة عن مجموعة من الخبرات المتراكمة، ودينا امثلة، قلت لك لما بيجي الوزير يروح معالي المستشار، فالمستشار دوت الوظيفة الاساسية عنده هو ان عنده المعرفة وانه بيمدني بالخبرة اللي موجودة عنده. يبقى انا عندي البيان هيتعمل عليه معالجة هيطلع لي من الناحية التانية معلومة، البيان معالجة ومعلومة، زودت عليه بني ادمين عاملين معرفة او اشخاص عندهم الخبرة الكفاية اللي هي النوليدج، هيطور لي النظام بتاعي. اتكلمنا عن مكعب الجودة، وقلنا يعني ايه مكعب الجودة يا جماعة؟ قلت لحضراتكم مكعب الجودة دوت ما هو الا مكعب، ومعنى ان انا احتجت الشكل بتاع المكعب يبقى انا بتكلم على ثلاث احداثيات اساسية او بتكلم على ثلاث محاور اساسية. واتكلمنا في الشكل بتاع المكعب على ان عندي محور الاولاني اللي هو محور الكونتنت او محور المحتوى، المحور الثاني اللي هو محور الوقت، المحور الثالث هو محور الشكل. دول الثلاث محاور الأساسية لمكعب الجودة بتاعي، وقلنا إن كل واحد فيهم على أساسه هبدأ أحكم على نظام المعلومات بتاعي، هل هو نظام معلومات جيد ولا لا.
مثلا لما اجي اقول لحضرتك ان انا عندي النظام بتاعي هو نظام معلومات جيد، فده معناه ان البيانات بتاعتي لازم يتوفر فيها شوية حاجات. زي ايه مثلا؟ زي ان البيانات بتاعتي تبقى كاملة، زي ان البيانات بتاعتي تبقى دقيقة، زي البيانات بتاعتي تبقى في الوقت المناسب، وشوية حاجات كتير كده كنا اتكلمنا عنها في المحاضرة. فقلت محور الزمن لازم البيانات بتاعتي تبقى مناسبة من حيث التوقيت بتاعي. يعني ايه مناسبة من حيث التوقيت بتاعي؟ قلت لك ببساطة شديدة انت ما ينفعش تبقى واقف قدام المكنة بتاعت البنك مثلا ويطلع لك البيانات بعدها بربع ساعة ولا بنص ساعة، ولا ما ينفعش لما تيجي تطلب نتيجة حضرتك يروح مطلع لك نتيجة السنة اللي فاتت، لأن في الحالات دي البيانات بتاعتي بتبقى بيانات متقدمة، يعني بيانات مش جاية في التوقيت بتاعها السليم. في محور الكونتنت أو محور المحتوى لازم البيانات بتاعتي تبقى دقيقة واضحة، لازم البيانات بتاعتي تبقى كاملة، لازم البيانات بتاعتي تبقى مرتبطة بالمحتوى اللي أنا عاوزاه، يعني relevant، لازم يكون فيها موثوقية، لازم البيانات بتاعتي ما يبقاش فيها غموض، لازم البيانات بتاعتي تبقى ريلايبل يعني اقدر اعتمد عليها. كل دي عبارة عن مواصفات لازم تبقى واضحة، كل دي مواصفات لازم تكون متوفرة في البيانات بتاعتي او في السيستم بتاعي علشان اقدر اقول ان السيستم بتاعي ده is good information system او نظام معلومات جيد. محور الشكل، قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت ان انا دايما محور الشكل عندي من الحاجات الاساسية، ما ينفعش السيستم يكون فيه حاجة ويطلع لي حاجة تانية خالص. يعني مثلا لما اجي اقول لحضرتك ان انا عندي حاجة اسمها الفورمات، فورمات يعني التنسيق، وقلت لك ان مثلا حصل تغيير في شكل حاجة معينة، في شكل لوجو معين للشركة بتاعتي ولا حاجة، وقلنا ان الموضوع ده لازم يترتب عليه اني اغير شكل الحاجات دي على السيستم، وان السيستم بتاعي لو ما كانش فيه امكانيات التغيير ده معناه ان السيستم بتاعي ما فيهوش فليكسبيليتي، ما فيهوش المرونه الكافيه، وده معناه ان هو مش نظام معلومات جيد. اتكلمنا عن حاجه اسمها السي بي اي اس، سي بي اي اس، سي بي اي اس، نظم المعلومات المعتمده على الحاسب. اتكلمنا عن الشكل ده كذا مره، واعتقد ان في حد من زمايلكم طلع شرحه كمان. اتكلمنا على ان نظم المعلومات المعتمدة على الحاسب بتعتمد على شوية حاجات: الحاسب نفسه، أجهزة الحاسب، البرامج، الإجراءات اللي أنا هشتغل عليها، العاملين بتوع البيانات والمعرفة، ومخازن البيانات، ونظم الرقابة والتحكم. قلنا إن أي سيستم في الدنيا ليه عناصر، فعناصر الـ CBIS هما اللي قدامنا دولت: المدخلات، عاملين البيانات والمعاملين المعرفة، الحاسب، والبرامج، والطرق، والإجراءات، وكل واحد فيهم بالتفصيل هنتكلم عنه قدام. كمان قارنا ما بين يعني ايه عامل بيانات ويعني ايه عامل معرفة، واتفقنا ان الاتنين دولت مختلفين عن بعض تماما. قلنا عامل البيانات هو الشخص المسؤول عن انه يدخل البيانات على الحاسب، زي مين مثلا؟ قلت لك زي بتوع السكرتارية، هما الأساتذة دولت مسؤولين عن ان هما يتم ادخال البيانات على الحاسب. زي قلت لحضرتك لما بتروح للتيلر اللي قاعد في شباك البنك دوت يعتبر داتا وركر. ليه هو داتا وركر؟ هو بياخد منك الفلوس وبيسجلها على الحاسب، لكن ما يقدرش يعمل اي شيء تاني، ما يقدرش يعدل في حاجه، ما يقدرش يغير في حاجه، على العكس النولج وركر. نولج وركر يعني ايه؟ عامل المعرفه. وظيفته ايه الراجل دوت؟ قال لك لا، دوت بقى بيساعد على التطوير، على الابتكار، على اتخاذ القرار، كل ده. زي مين مثلا؟ قال لك المهندسين، المبرمجين، والناس اللي موجوده في طبقات المستويات الاداره العليا. يعني معنى كده مثلا واحد زي بتاع الاي تي ده بالنسبه لي بيعتبر داتا نوليدج وركر، انما الداتا وركر ما يقدرش يعمل التعديل دوت. اتكلمنا على نظام الرقابه او الرقابه الداخليه والتحكم الداخلي، وقلنا ان هما ثلاث حاجات، واتكلمنا عن تفاصيل التفاصيل في الثلاث حاجات دول. قلنا يعني ايه اوديتنج، قلنا يعني ايه سكيورتي، وقلنا يعني ايه باك اب. ايه وظيفه نظام المعلومات بقى في العموم؟ وظيفه نظام المعلومات هو تحسين طرق المعالجه المستنديه. يعني ايه؟ يعني بدل ما كنت باخد الملفات دي واقعد اخزنها كده في ملفات واحطها في الارشيف، لا، تحسين الاساليب بتاعه المعالجه دي هي احد وظائف النظام. زياده فعاليه مستويات الاداره، اني ازود من قدره الناس على انهم ياخدوا القرار، زي اني ازود بدائل تكنولوجيه
لتحسين العمل. يعني ايه مثلا؟ يعني احنا دلوقتي نقلنا المحاضرات بس بقت اونلاين، فالمحاضرات الاونلاين دي لو نظم المعلومات ما كانتش موجودة، ما كانش حصل التفاعل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، ما كانش بقى في حاجة اسمها محاضرات اونلاين. فده معناه ان نظم المعلومات في العموم او التكنولوجيا بتاعت نظم المعلومات تقدر تغير مستقبل اي شيء في الدنيا. اتكلمنا على انواع نظم المعلومات، قلنا ان عندي اول نوع اسمه تي بي اس، نظم معالجة مستندية، دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل، او قلنا البديل بتاعها هو دي بي اس. اتكلمنا عن الام اي اس او نظم معلومات الاداره، النهارده هنبدا نركز شويه على الاثنين اللي بعدهم او الثلاثه اللي بعدهم، الدي اس اس والاي اس اس والاي اي اس. عرفنا من المره اللي فاتت كل واحد فيهم اختصار ايه، وعرفنا كل واحد باختصار كده بسيط هو شغال فين في الهرم الاداري بتاعي. تعال بص معايا على الشكل الهرمي اللي انا حاطاه لك هنا، هلاقي ان الشكل الهرمي بتاعي هو عباره عن شكل بيوضح لي ببساطه كده المنظر العام للاداره. اول حاجه تحت كانت نظم المعالجه المستنديه التي بي اس، بعد كده ظهرت لي مجموعه من النظم، وكل نظم فيهم او كل نظام فيهم موجود في طبقه من طبقات الاداره. لكن دايما كنت بقول لك خلي الاو اس ده لوحده في الاخر، لان الاو اس ده مختلف عن زمايله. تعالوا بصوا على الرسمه دي اوضح. دي الرسمه اللي احنا كنا عملناها مع بعض في المحاضره، واللي كنا على اساسها بدانا نتكلم على اول نظام اتكلمنا عنه كان الدي بي اس او التي بي اس، وكان تاني نظام اتكلمنا عنه هو الام اي اس. خلينا افكر حضراتكم اتكلمنا عن ايه في نظم المعالجه المستنديه او تي بي اس. قلنا خلينا نبص على الجدول اللي احنا عملناه من ساعتها علشان نختصر الموضوع. قلنا باختصار ان نظم المعالجه المستنديه بيدخل عندي كميه كبيره جدا من البيانات، وان البيانات دي ممكن تكون شكلها يا اما مكتوبه او شفويه او بيانات الكترونيه. الوظيفة بتاعته هو بيعمل تخزين، تسجيل، حفظ، تعديل، تحرير، حذف، وبيخرج من عندي نفس البيانات هي نفس كمية البيانات هي بس بقت متخزنة على قاعدة البيانات، يعني بقى لها شكل محدد. واتفقنا على ان الشخص اللي شغال على النظام ده هم عاملي البيانات، وقلنا زي مين؟ زي بتوع السكرتارية، زي بتوع شؤون الطلاب، زي بتوع خدمة العملاء، زي التيلر اللي قاعد في البنك، هم دول الاشخاص المسنود ليهم التي بي اس. تاني نظام اتكلمنا عنه الام اي اس. قلنا يعني ايه ام اي اس؟ قلنا يا جماعة هو عبارة عن نظام وظيفته اكتشاف المشكلات ومراقبة الاداء، اكتشاف المشكلة ومراقبة الأداء. طب داخل عندي ايه؟ اتفقنا هو اللي داخل عندي هو اللي بيبقى جاي من النظام اللي قبله، يعني اللي خارج من النظام اللي فوقيه هو اللي داخل عندي في النظام اللي تحت. فقلت ان نفس البيانات هي بتبقى داخلة موجودة في قاعدة البيانات، بتبقى داخلة على السيستم بتاعي، هي دي اللي بتساعدني على اكتشاف المشكلة. بيخرج من عندي ايه؟ بيخرج من عندي مجموعة من التقارير، تقارير تحليلية، تقارير ملخصة، تقارير رسوم بيانيه، وتقارير احصائيه. واعتقد ان احنا في المحاضره خدنا كذا مثال على النوعيات دي من التقارير، واللي الشخص اللي بيشتغل عليها هو الطبقه الوسطى. طبعا انا لو رجعت ليه السيستم بتاعي او على للتفاصيل اللي انا حاطاها لكم حضراتكم، انا حاطه لكم هنا شرح كتير جدا لكل نظام من الانظمه دي، تقدروا حضراتكم تقروها بالتفصيل جدا جدا جدا. حطالك مثلا ان التي بي اس دوت من امثلتها نظام الحسابات والاجور والمخازن والانتاج، حتى تفاصيل كتير جدا غير اللي احنا كنا ملخصينها مع بعض جوه الجدول. نظم المعالجه، نظم معلومات الاداره الام اي اس، اتفقنا الام اي اس بيبقى اللي خارج من عندي هو اهم ما في الموضوع. المخرجات بتاعتي هي عباره عن مجموعه التقارير، سواء بقى تقارير المتابعه دوريه، تقارير ملخصة، مقارنات، إحصائيات، منحنيات، أي شكل من الأشكال اللي تساعد الإدارة على اتخاذ القرار. دايما يا جماعة مفيش عمر مدير في الدنيا إلا لازم يكون معتمد على تقرير، أيا كان بقى شكل التقرير دوت، هو ده اللي بيساعد المدير على إنه يطلع القرار المناسب. تعالوا نبص على يعني ايه النهارده، يعني ايه ديسيجن سبورت سيستم، يعني ايه نظم دعم القرار. عايزين نبقى متفقين في الاول خالص قبل ما نبدا نشرح يعني ايه نظم دعم القرار، ان نظم دعم القرار يا جماعه مش هي اللي بتاخد القرار،
مش هي اللي بتقولك اعمل ايه في المشكلة اللي عندك، لكن هي بتساعدك على انك تلاقي حلول للمشكلة دي. طيب يعني ايه نظم دعم اتخاذ القرار؟ ببساطة شديدة هي عبارة عن انظمة بيدخل عليها المشكلة. الانظمة دي انظمة رياضية. يعني ايه رياضية؟ يعني من ضمن قرارات الرياضة في عندي فرع من فروع الرياضة اسمه بحوث العمليات. ايه بحوث العمليات ده؟ وحضراتكم هتاخدوه في سنة تالتة ان شاء الله. بحوث العمليات ده بيعمل ايه؟ بديله المشكلة اللي عندي وهو بيبدأ يطلع لي حاجة اسمها بدايل الحل. تعالوا نشوف مع بعض مثال. لو انا قلت لحضراتكم تعالوا كده انا النهاردة في المعهد وعايزة اخرج واروح البيت، وانا قلت لك مثلا انا ساكنة في الجيزة، فيجي واحد يقول لي ايه البديل اللي عندي الاولاني؟ انك تمشي طريق المريوطية وبعدين هرم، ومن هرم توصلي الجيزة. واحد تاني يقول لي لا امشي طريق ابو النمرس وبعدين المنيب، والمنيب توصلي الجيزة. واحد تاني يقول لي مش من جوه، لا هد المنيب برضو والمنيب توصلي الجيزه. يبقى ده معناه ان انتوا ساعدتوني في ان انا ادور على اكتر من بديل، على اكتر من طريقه اوصل بيها بيتنا. نفس الحكايه بالظبط. ايه هي الاو ار؟ ايه هي بحوث العمليات دي؟ دي عباره عن شويه نماذج رياضيه، شويه مسائل. المسائل دي وظيفتها انها بتبدا تاخد معاك القرار عن طريق انها تديلك بدايل، تديلك مجموعه حلول تسهل عليك انك تحل المشكلة بتاعتك. تعالوا نشوف مع بعض مثال. لو انا جيت قلت لحضراتكم مثلا تعالوا نعمل مصنع، وان المصنع بتاعي دوت هعمله في بلاد الصعيد. ليه الصعيد؟ علشان الصعيد طويل شوية وتكلفة النقل فيه ممكن تبقى غالية حبتين. لو انا فكرت ان انا اعمل حاجة زي كده تقترحوا معايا اعمله في انهي بلد؟ هل اروح اعمله مثلا في بلد زي اسيوط ولا المنيا ولا اعمله في اسيوان؟ لو بعدين افكر في البدايه هلاقي واحد يقول لي مثلا ممكن تكون اسيوط انسب حاجه لانها في النص، فهتبقي ماسكه الصعيد في النص، فالتكلفه بتاعه النقل بتاعتك سواء لفوق او لتحت اقل. يجي واحد تاني يقول لي لا لا لا، اصل البلد المنيا الارض فيها رخيصه، فانت لو خدتي المصنع هناك هتدفعي فلوس اقل. يجي واحد تاني يقول لي لا، ما انت تعمليه في بني سويف، لانك لو عملتيه في بني سويف هتبقى الماده الخام اللي موجوده في القاهره بالنسبه لك اقرب، فمش هتدفعي فيها تكلفه كتير. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى احنا طلعنا بدايل للحل، كذا بديل للحل اللي عندك. هو ده اللي بيعمله نظم دعم اتخاذ القرار. النظم دي بدخل لها المشكلة تبدأ تطلع لي مجموعة بدايل لحل المشكلة دي، تطلع لي 5-6 اقتراحات عشان تساعدني في اني الاقي حل للمشكلة نفسها. المشكلة دي ممكن تبقى مشكلة هيكلية، ممكن تبقى مشكلة شبه هيكلية، وممكن تبقى مشكلة غير هيكلية. ايه الفروق بينهم يا جماعة؟ ببساطة شديدة المشكلة الهيكلية هي المشكلة اللي بتقابلك على طول، يعني حاجة بتحصل عندك كل فترة زمنية معينة، فانت بتبقى متعود على حلها. انما الشبه هيكلية اللي بتحصل مثلا كل 6-7 شهور مرة، ما بتحصلش بصفة مستمرة على طول. او الغير هيكلية هي الحاجة الاستثنائية اللي عمرها ما حصلت قبل كده، زي المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي بتاعت فيروس كورونا. دي بالنسبة للدولة مشكلة غير هيكلية. ليه؟ ما حصلتش قبل كده، فما كانش عندي حلول ليها مسبقة، علشان كده هي بتتصنف على انها مشكلة غير هيكلية او unstructured problem. لما باجي اشتغل على نظم دعم اتخاذ القرار انا عندي شوية برامج معروفة لاتخاذ القرار، زي مثلا نظم المعلومات الجغرافية، ودي من اشهر الامثلة اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، اللي هو اوبر وكريم. انت لما بتبدا تاخد رحله من مكان لمكان هو بيبدا يقرر الشارع اللي انت بتمشي عليه، او بيدي لك بدائل. عايز تروح المطار فبيبدا يدي لك بدائل للحل بتاعك عن طريق ان هو عنده حاجه اسمها الجي اي اس، نظم المعلومات الجغرافيه. عندي كمان زي ما اتفقنا الدي اس اس موديل اللي هي الاو ار او بحوث العمليات. شويه حاجات تانية كتيره زي استخدام الانترنت، وزي استخدام بعض البرامج زي حاجة اسمها السمارت ايجنت، عبارة عن مجموعة من البرامج ليها سلوك ذكي شوية، او حاجة اسمها الجيناتيك الجوريزمس اللي هو الالجوريزمات الجينية. طبعا هنلاقي في الكتاب وهنلاقي في هنا في البرزنتيشن شرح لشوية حاجات عن الموضوع دوت، بس خلونا نركز في الاهم. يعني ايه اصلا دي اس اس؟ ويعني ايه بحوث العمليات؟ والكلام ده احنا هنلخصه في النهاية. طيب شكله ايه بقى الدي اس اس دوت؟
شكله ايه ببساطة؟ بيعتمد على حاجة اسمها قاعدة المعرفة. بيبقى نظام البيانات بتاعتي داخلة البيانات دي، بيبقى في عندي نظام DSS وفي مجموعة نماذج، النماذج دي حلول لحاجات سابقة حصلت بنفس الشكل. بيبقى حضرتك انت كمستخدم قاعد بتتعامل مع شاشة حوار، شاشة حوار يعني بيبدأ البرنامج يسألك شوية أسئلة وبيخش على قاعدة المعرفة. قاعدة المعرفة يعني مجموعة من الحلول اللي حصلت لمشكلات قبل كده بنفس النوعية، وبيبدأ هو من خلال الأدوات بتاعة DSS يطلع لك الحل المناسب ويخرجه لك على شكل بدايل الحل. تعالوا نتنقل لنوع تاني من أنواع نظم المعلومات اللي هو الـ ESS. قبل ما أبدأ على الـ ESS تعالوا نلخص مع بعض يعني إيه DSS أصلا. عشان نلخص مع بعض يعني إيه DSS، الـ DSS هو المدخلات بتاعته، هي المشكلة اللي جايان من هنا، التقرير اللي كان فيه مشكلة بيوضح لي تفاصيل المشكلة اللي عندي، ايه المعالجة اللي بتحصل، بستخدم بعض التطبيقات زي تطبيقات بحوث العمليات او الـ OR اللي هي بحوث عمليات، وبيطلع لي المخرجات بتاعتي بدايل الحل، مجموعة من بدايل الحل اللي اقدر استخدمها. مين اللي بيستخدمه؟ طبقة المديرين أوسط. تعالوا نتكلم على نظام تاني اللي هو نظام الخبرة، Expert Support System. Expert Support System، تعالوا نتفق على ان الاكسبرت سبورت سيستم دي هي تكنولوجيا جديده جدا يا جماعه، معتمده على حاجه اسمها الاي اي. يعني ايه الاي اي؟ يعني الذكاء الاصطناعي. طيب داخل لي بدائل الحلول، داخل لي شويه حلول من عند بتاع دي اس اس. المفترض ان التطبيقات بتاعتي تطبيقات ذكاء اصطناعي. خلينا اعرف حضراتكم يعني ايه ذكاء اصطناعي. اتكلمنا مع بعض قبل كده على روبوت اسمه صوفيا، وقلنا ان الروبوت ده هو روبوت ناتج ان البني ادمين عملوا برامج ذكاء اصطناعي، وان البرامج دي هم حطوا فيها الخبرات بتاعتهم، فبقى في عندي روبوتس، الروبوتس دي بتفكر زي البني ادم بالظبط. طيب نفس الحكايه دي يا جماعه موجوده في برامج تانية كتير. انت ممكن يبقى رايح المستشفى تقابل، بدل ما تقابل دكتور تقابل جهاز كمبيوتر، ويبدا يسالك شويه اسئله، وتبص تلاقي الحاسب هو اللي شخص لك المرض، والحاسب هو اللي وصف لك الدواء اللي انت هتاخده. دي ليه؟ دي لانها معتمده على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. طيب ايه اللي بيخرج لي من السيستم اللي من النوعيه دي يا جماعه؟ بيخرج لي منه حاجه اسمها نصيحه. نصيحه، انصحك شارع الهرم ده بيبقى واقف، ما تمشيش منه تاني، امشي شارع تاني. فبيدي لك نصيحه بانسب حل ممكن. يبقى دي اس اس طلعت لي شويه حلول، الراجل بتاع الاي اس اس ده ينصحني بانسب حل من الحلول دي. طب مين المستخدم بتاعي؟ هم حبة المديرين اللي في الطبقة الوسطى. يبقى أنا لو رجعت تاني علشان أبص على الرسمة دي، هلاقي إن دي اس اس والام اي اس والاي اس او الاي اس اس الاكسبرت سبورت سيستم هما ثلاث أنظمة شغالين في الطبقة الوسطى من طبقات الإدارة. تعالوا بقى نتكلم على آخر واحد خالص اللي هو النظام اللي موجود في الطبقة العليا أو الإدارة العليا أو المستوى الاستراتيجي، وهو نظام اسمه الإكزيكتيف سبورت سيستم الـ EIS. اتفقنا بالعربي اسمه نظم دعم المديرين. إيه اللي داخل عندي؟ خلاص احنا عرفنا إن اللي بيدخل عند أي سيستم هو اللي خارج من السيستم اللي كان قبليه. يبقى اللي داخل عندي هو النصيحه اللي جات لي من عند بتاع الاي اس اس. يبقى اللي داخل عندي الحل الامثل او الحل السليم اللي انا اقدر امشي وراه. طب بيعمل ايه الراجل بتاع الاي اي اس دوت؟ الراجل اللي هو في الاداره العليا خالص، اللي هو اعلى واحد في الطبقه بتاعه الهرم الاداري الكبير بتاع المؤسسه بتاعتي، بيعمل ايه بقى؟ قال لك ده بيبدا يحط مخططات زمنيه. يعني ايه؟ انا قررت انفذ المشروع دوت، قررت انفذ المشكله دي واحلها، فبيبدا يحط جداول زمنيه عشان يحلها، ويبدا يحط دراسه جدوى علشان ينفذ الحلول دي. وده الحقيقه الحاجه الوحيده اللي بتخرج من عنده اللي هي الخطط الزمنيه. يبقى انا عندي خمس انظمه لنظم المعلومات، تي بي اس، وفانا ده اقل طبقه في طبقات الهرم الاداري، ام اي اس،
ودي اس اس والاي اس اس والاي اي اس. دايما الاو اي اس دوت هو الوحيد المختلف ما بين كل واحد والتاني، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. اشوف حضراتكم على خير باذن الله المحاضرة الجاية.